أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فقرة دولاب. الدولاب اللي يرفع، والدولاب اللي يخصم، والدولاب اللي مسبب دائما شيل وحط، حتى الحمية جات في الدولاب. ولكن هذه سياسة الفقرة، وهذه سياسة المسابقة، والحياة حلوة دائما فيها الحلو والمر، بل إن بعضنا يتلذذ بالمر حتى يعيش حياة طيبة وجميلة. فارقنا أمس واحد من الشباب، وفارق الرجاع على ما قال واحد في الصف وثقيل علينا. والله يا سعود إن مفارق كنا عورنا، ولكنها هذه سياسة برنامجنا، والسياسة معروفة، وهذه البرامج دائما فيها بداية ونهاية وخروج ودخول وفائز، ولكن بإذن الله إنها بداية انطلاقة لك يا سعود. ما شاء الله تبارك الله، حضورك دائما جميل، صوتك جميل، تواجد كله جميل على جميل. بالتوفيق يا سعود لك ولبقية الشباب اللي يطلعوا معك. وأيضا دعونا نرحب بالمشاهدين الكرام الأعزاء، حبايبنا اللي هم دائما وقود لنا، هم خير معين لنا. وأيضا تحية خاصة للنجوم اللي جالسين معي، حياكم الله، يا هلا وسهلا، حيا الله الشباب ويا مرحبا فيكم، ويسعد لي مساكم وللمساء الجميل اللي ما يليق إلا بكم يا حلوين. أنتم حلوين؟ لا، في ناس مين واثقين من نفسه تقول محب حلوين. حلوين حلوين، يا سلام عليكم. كيف الأسبوع اللي فات معكم؟ عساه تمام، مية مية. وفي تحدي قبل شوي كرة سلة، ما أدري مسوي عبد الله شهراني. عبد الله أنا أتحداك، عبد الله شهراني كرة سلة أتحداك، والعب معلومية كتراني متخصص رميات ثلاثية. أسلم أسلم، سمعني سمعني. حياكم الله يا شباب، وكيف متفائلين اليوم. حمادة كيف الروح يا حمادة؟ والله حلوة، زي اللوز، زي اللهب. أبو البراء القحطاني. أيوة أبو البراء القحطاني. شو اللي خلاني أبو البراء القحطاني؟ أبو البراء القحطاني. يا سلام يا سلام. طيب طيب، تبغون نبدأ ولا نسولف معكم ولا إيش تبغون؟ أبدأ. دقيقة، ليش بعيد؟ ليش بعيد يا بهاج؟ أنا يا أبو البراء. لبه أبو البراء. دقيقة، خلاص البهاج ويرجع لك يا حماد. بهاج ليش بعيد؟ توكم صحصح من النوم؟ يا اخي ما اجي فقره اللي انتم صحصح من النوم. ارفع صوتك. لا تشوفني؟ طيب وشو تشوفني وانت اصلا في قلبي؟ صعبه كذا يا اخي، بالله عليك. الحياه حلوه، الكلمات الحلوه، احنا محتاجين نكون اكثر. هلا والله سلطان، يا مرحبا. دائما حاجه احنا نكون يعني اكثر ايجابيه مثلكم. اوه شخصيه اليوم سلطان، يا مرحبا والله بالجميع. طبعا ما يخفى على الجميع ان اليوم الهاشتاج عندنا سكريبت 28، اللي بيكون في تواصل واجاباتكم للمتسابقين، وايضا الاتصالات بتطلع قدامكم على الشاشه. والشباب اليوم ان شاء الله اني متفائل خير كثير كثير كثير، لانها ايضا ديدن المسلم دائما انه يكون متفائل بالخير، ولا لا يا شباب؟ سمعوني تحيه قويه. طيب انا يا سلام عليكم. طبعا كالمعتاد احنا نقول اذا انتم مستعدين اعطونا رقم واحد دائما في ايش؟ في الهاشتاج. اعطونا واحد، مستعدين؟ لا نايمين الشباب عندي، خلينا نرفع صوت الاربيز عشان ما تورط مع حق. واحد واحد طبعا الهاشتاج واحد واحد، مطالبات من المتسابقين، هاشتاج 28 للمتسابقين وايضا لجمهورنا العزيز. اليوم بدون شماغ، لاني اعترف اني جالس بين احبابي واخواني، واللي يشوفوني اهلي واخواني ايضا، فالوضع حبي وحياكم الله. ونبدا قرعتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، واعطوني اول متسابق اليوم معنا ونقول هات القرعه. كنترول، كيف الهاشتاج؟ واحد كلهم ولا باقي؟ استوب. واول واحد سلطان مالي، سلطان سلطان، يا سلام يا سلطان، صاحب الصوت الجميل، صاحب الصوت القرار. عشت يا سلام يا سلام. عشت حبيت اللبس والله، حبيت مره حبيته يا مرة آيفون جديد صراحة. سلطان لبيك، يعني ما شاء الله تبارك الله تملك كمية قرار في صوتك حلوة، تبارك الله، نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. الله يجزاك خير يا أخي. أحتاج أسمع شيء من جماليات صوتك، إما قصيدة، إما تعليق صوتي، إما أبشر بسعد كنتار. سمعنا كنتار، شغل سبيكر داخلي. بما أنك تحب تغيير الجو دائم علينا، بعطيك أبيات من أجمل الأبيات صراحة اللي سمعتها الفترة. يا سلام سمع. صمم لي.
عطنا اللي بعده. يقول البارحة ما برح قلبي يحس بزحام. زحام. يا ليتها ليلت آخر حزن يا ليتها. يا ليتها. ويا ليت ما في قفص صدري حروب وحطام والمنية ما تحقق لو تمنيتها. اخترت من ديرة الهجاس هاجس سلام وانا على هقوتي لا من تهقويتها. والجادل اللي غلاها تعدى الكلام يا ليتني ما تماديتها وتحديتها. احبها صح بس احبها باحترام حتى من النفس صاينها ما ضريتها. وكتبت فيها البيوت اللي بعضها حرام وانا علي الحرام اني ما مسيتها. طهر من الغيث لا وطاه بطن الغمام وانقى من انقى هنادي بي لداريتها. اخر لقى بيننا على بساط الغرام سويت فيها قصيده وانسرق بيتها. ورحلت من بيتها من قبل وقت المنام ونمت وخذتني مناماتي على بيتها. احزانها تحزن الاغصان قبل الحمام وجروحها ترهق اعماقي لداريتها. والحاصل ان الكلام اللي عليها الكلام وصيتها لا تخليني وخليتها. الله 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 الله. الولد قلبه أخطر لمحمد الحمادي. الشاعر محمد الحمادي إذا ما خاب والله قلبك أخضر حمادي القصير. ونعم ولا عليهم حمادي طلعت ما في قلبك. الله يسلمك. يا هلا وسهلا وإن شاء الله اليوم وفال طيب في بداية إن شاء الله يا السلطان. أنت الأسبوع اللي فات ما كنت معنا. لا والله ما من اللي طلع مكانك؟ أبو ظهير. أبو ظهير. إذا أبو ظهير اليوم هم معنا وسبحان الله. والله أني الآن تطلع مكانه إذا طلع اسمه؟ اطلع مكانه. خلاص يبشر بالسعادة. طيب باذن الله مدام ابو ظهير مو معنا ان تطلع مكانه. والف سلامه على ابو ظهير ان شاء الله ويكون طيب وبخير. الله يسلم. جاهز؟ جاهز. اعطونا الدولاب بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف اول خيارات فقرتنا لهذا اليوم. سلطان الهميلي يلا اعطونا الهاشتاج. شو علومه يا الربع؟ الهاشتاج 28 سكر 28. وقف وقف يا رب يا رب. تحويل للجمهور ما شاء الله تبارك الله. وبداية طيبة إن شاء الله. طيب حظك. السؤال يتحول للجمهور وطبعا ننتظر الإجابة. والسؤال يقول أعطونا السؤال جمهورنا سكريبت 28 والسؤال بيطلع قدامكم. أول إجابة صحيحة أو أول إجابة تطلعنا سواء صحيحة أو خطأ بناخذها على طول. اتفقنا؟ جاهزين كنترول؟ دقيقة. السؤال يقول من هو الذي لقب بصقر قريش؟ هل هو عبد الرحمن الداخل، حمزة بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب؟ أنا ما أقدر أجاوب. ما تقدر تجاوب ولا تقول أي شيء. إذا عندك إجابة خلها وتحفظ عليها ونشوف الجمهور في سكرت 28 بسم الله الرحمن الرحيم. جاوبوا عن سلطان الميلي وبدأ معكم الوقت يا جمهورنا العزيز. والوقت يقول حنا وصلنا 15 ثانية. يا رب وصل وصل ما شاء الله. والله صح. لا يقولون بعد خاب. وصل 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 وصل. الوقت بعد يهمني ولكن الإجابة أجاوب. طيب قبل عبد الرحمن الداخل صح. هي إجابة صحيحة. طيب الجمهور جاوب ولا لا؟ أنا أهم شيء ما علي منك. طيب عطنا هل إجابة صحيحة؟ إذن سلطان الجمهور يمكن ما خدمك ذي المرة. ما عليه ما عليه. والله ما إجابة صحيحة من الجمهور وشكرا للجمهور. ويتحول إلى دولاب الدرجات سلطان ومئة درجة إلى سلطان الهميلي في بداية. يلا طيب عطونا الدولاب الدرجات ونقول يا رب الفال الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتفت على يمينك شوي شوي. التفت على يمينك. التفت كمان. أيوة الدولاب قدامك تشوفه. تشوف الدولاب. يا سلام. يا رب الدولاب اقضبه يا رب الدولاب. يوقف على ايش؟ يا ازرق اليوم ازرق اليوم ازرق ازرق. موجب موجب من الدرجة. يا سلام برافو. و200 بيض الله وجهكم يا سلام. بيض الله وجهك. تستاهل 200 درجة. شكرا. يحصل عليها حبيبنا سلطان الميلي. يا سلام سلطان سلطان. يا سلام يا سلطان. ايوه يا سلطان من حقك تلعب يا سلطان. العب يا سلطان. واول فال طيب ما شاء الله تبارك الله. الجمهور جاوب. سلطان اخذ 200 من الدولاب. تغير لون الدولاب ازرق اليوم وكان فاتحة خير. العلوم طيبة دائما حلوة وجميلة. وعطونا المتسابق الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. يا نايم انتو يا عطونا. ايه قل 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 سمعوني ابغى ستوب جماعة يا شباب
استاذ بسام 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 رجع لي رجع لي بسام يجيني رجع لي بسام خلاص بسام يطلع لي بسام وقف على بسام هلا بسام تحية البسام يا شباب الهاكر حقنا بسام بسم الله جوالي سويت له تحديث ترى جديد ابشرك اه زين نوني موجود وش اخر تحديث الايفون والله اني ناسي ما حولك شيء اسمه ايفون يا اخي اعطوه ايفون يا شباب هذا رجل تقني يعني هو يتنفس برئتين رئه تقنيه ورئه هواء يعني ابو البراء اول مره بحياتي امر هالمده هذه بدون جوال بدون جوال وحط طول يعني حط خلاص يلا بسم الله معي ابو البراء اي معلومه تجيك من عندهم لا تقول والله يقولون اخترق ترى قدامك تخترق جوالي وانت جالس لا لا والله اوف انا جاي من الفضاء كذا طيب بسم الله الرحمن الرحيم اعطونا الدولاب وص كيف سيفه كيف اقول سيف بسام بسام يا بسام هيا الى العملي نجني من الثمري هيا بسام يقول له وقف يا رب يا بسام يا رب الفال الطيب ونقول مبروك 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 تاخذ لك 100 على طول بدون ما نسالك هذه واضح فيها هاكر هذه فيها هاكر لكن حلو كعد الدولاب الكبير حول على الدولاب الكبير بسم الله اعطونا الدولاب عطنا الدولاب يا رب يا رب يا رب يقرا المعوذات يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الدولاب كان ازرق والحين الدولاب لونه ايش يمكن ازرق ها خضرني صفرني اصفر اصفر موجب والله موجب كم يا وحش برافو عليك الحمد لله والله بداية موفقة وجميلة وستمائة خلاص وفي مخبك 600 نقطة تحية تحية يا سلام يا سلام ايوه يا بسام عاش الحمد لله والله عقب الدرجات الحلوة 200 600 اللي بيطلع بسالب اليوم والله بيقول حظك شين صراحة عطني عطني الدولاب لا لا عطني القرعة بسم الله عطني القرعة يا هلا 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 بالعيال والله أبغى سوى منكم ستوب عبد العزيز عبد العزيز عبد طالع توصيات 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 نايف الحزامي يطلع مكان عبد العزيز شايك طيب نبغى نسمع تعليق الشباب ايش رايكم فيه ما عليك منهم ما عليك نايف نايف انت تستطيع ما قدمت لانك كفو وفر نصايحك لنفسك يا حماده وفر نصايحك لنفسك كيف حالك يا نايف مرحبا عساك طيب والله بخير بشرني عنك كيف حالك ابغى اسمع لي بيتين الحين تدور في راسك لا تعتذر ارفع صوتك صوت يقول لا تعتذر وتقول لي وش صار فيك اعرف وش اللي فيك من ملامحك وتكذب علي وعيونك تعلم عليك وكذب بعيونك عشان اسامحك يا سلام يا سلام يا سلام صح لسانك والله طيب ابو حزام ابو حزام مستعد مستعد يلا يا ابو ظهير معنا ابو ظهير ينوب عنا نايف الحزيم اعطونا الدولاب ازهل يلا مشي الليله وقفت ووقفت ووقف دولابنا ويقول يا رب سلم سلم وناخذ اتصال ناخذ اتصال يلا ثم. الجمهور بيجاوب عنك بالنيابه والاتصال هو يعني طبعا جمهورنا جاهز اعطونا واحد في الهاشتاج اكتبوا لي جاهزين اكتب لي واحد عشان اتاكد بس ابغى شم هوا ان الجمهور معي بس يلا يلا الو الو السلام عليكم عليكم السلام حياك الله يا خلود كيف حالك الحمد لله بخير من وين تكلمينا يا خلود من الرياض من الرياض يا خلود متابع البرنامج وعارف الفكره ومتابعتك جدا ها أيوة. لنا الشرف يا خلود وحياك الله ويا خلود السؤال بيظهر قدامك على الشاشه واسمعيني من الشاشه من التليفون افضلك عشان ما تحوسك الشاشه السؤال يقول من هو الذي اكتشف نظريه العدسه المكبره او العدسات المكبره هل هو الكندي ابن الهيثم ولا الرازي والجواب عندك يا خلود والوقت بدا معك ها يا خلود معي يا خلود ولا مع السلامه معك معك.
الرياض ترى في 5G سيدي. يلا يا خلود، السؤال يقول: من هو الذي اكتشف نظرية العدسات المكبرة؟ الكندي، ابن الهيثم، ولا الرازي؟ خلي تسمعي يا خلود. أنا جاوب. معك. ها يلا الوقت. ها. شو من هو الذي؟ أنت وقف. لا 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 مو عليك، ما جاوبت؟ ما جاوبت. إذن راحت المئة درجة عليك يا أبو ظهير والجمهور. والله حرام يعني 30 ثانية وفيها جوجل ماب، جوجل ماب ما له دخل، فيها جوجل وفيها السؤال، فمعوض خير يا أبو ظهير. وشكرا لك يا خلود. جوجل جوجل. طيب أعطونا أعطونا الدولاب لعبد العزيز أبو ظهير. بسم الله. قلنا أصفر، قلنا أزرق، وكلها كانت درجات حلوة. واليوم نقول يا رب يا رب يا رب يا رب. أخضر أخضر أخضر. سمعني كم؟ صفر صفر. إذن لا لك ولا عليك. شكرا. أبو ظهير أبو ظهير عبد الله عزيز. يا نجمة يا نجمة يا نجمة يا نجمة يا نجمة يا نجمة يا نجمة. حزين أبو ظهير. لا تكلمني لا تكلمني لا تكلمني لا تكلمني. إذن 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 حبيبنا نايف الحزيمي طلع. والله لا جمهور، اتصال اتصال زين، وظهور نايف الحزيمي ما جاب له شيء. والله يبيض وجهك ويعطيك العافية. شكرا لك. يعني كان ظهورك فقط في البيتين اللي قلتها الجميلة. عطونا القرعة عطونا القرعة. والمتسابق صوت عالي يقول ربع الصوت. وقف نواف المضطهد أو المضطهد، يقول مضطهد، وأشوف إنه طيب وآكل وشارب ونايم والشباب عيو. شوف الجمهور حابين. أيوة تعال إيه تعال تعال. هلا 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 حياك الله. يا فارق شيك خايف متوتر؟ لا والله بس مواصل مواصل. إيه والله. وش دخلني طيب؟ مدري. عندك وقت بعد ما ينتهي البث تقدر تنام الى الوقت. لا لا اقدر اطلع بعد ما اخلص. لا ما تقدر تطلع يا حبيبي، اذا قلت في بيتكم احد حاقد علي يا اخوان. ما حد حاقد. طيب وليش مضطهد انت؟ وليش مضطهد؟ اشوف الشباب كلهم صفقوا لك مبسوطين، فليش تنقل دائما اكاذيب وغير صحيح يا اخي؟ ليش يا نواف؟ انا يعني تقول مضطهد، اشوف الشباب فرحانين على ظهور التواجد. هذولي مع احترام شد لهم عندهم وجهين. وجهين اي اها. اذا تحت البث تقدروا تتفاهمون معي يا شباب. تحت البث يضطهدوني. ايوه. وعلى الهواء ما يضطهدون. اهم شيء على الهواء، اهم شيء على الهواء. شوف شغلك معي يا حماده زين. عندك ها دواء؟ عندي زلفه. وش فيه انت يا ابو البراء؟ انت ما زلفه لا يجرحك. اوف حاد. يلا يلا خلاتك خلاتك. ظريف يا اخي. طيب اعطونا الدولاب. يلا اعطونا الدولاب. بسم الله والفال الطيب ان شاء الله يا نواف. ان شاء الله ما عليك يا رب يا نواف. روح يسار شوي نواف. لا يمين. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقاط اللي بعدك لك حظك زين، يعني اللي بيطلع بعد شوي تاخذ نقاطه بعد. يا رب حماده يا رب حماده. اي والله انت حظ انت حظ انت حظ. طيب نروح للسؤال. يقول شو يقول؟ يعني يا نواف انت لا تاخذ الحين قيمه شخصين. السؤال يقول: من هو اول امير للمؤمنين؟ عثمان بن عفان، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. بدا الوقت معك. شفي الغالي انا والله شيء هدوء هدوء. انا والله هذا اول ابي زبيب اسود عشان ذكرت. ركز معي ركز معي بالسؤال. خل من هو اول امير للمؤمنين؟ نعم معك 20. شو اسمه؟ ها ركز لا تناظر. اي كنترول. ها ها عمر بن الخطاب. إذا السؤال تكنسل وخصم على حمادة. وخصم على حمادة. واستبعد من الفقرة يا حمادة، لأن مو بزين تطلع قدام الناس التغشيش اللي حاصل عيني عينك. وأنت يا حبيبنا تلغى فقرة وتقدر ترجع. شكرا لك يا حبيبنا نواف. ارجع. تحية نواف. طيب اللي بعده اللي بعده عطونا اللي بعده. حمادة يلا احنا نبغى نمشيها لكم بشكل حلو لكن انتم راضين. يلا ابو سعد ابو البراء حبيبي. يلا اعطونا خلاص خلاص ارجع ما ياخذ شيء. اطلبوا اطلبوا اقول لكم اطلبوا اطلبوا خلاص اطلبوا اطلبوا. تعالون في البيت اطلبوني في المسابقه هنا لها قوانين يا شباب. تحياتي واشواقي. اللي بعده اعطونا المتسابق اللي بعده. يلا
انت لا تكلم. اعطونا المتسابق اللي بعده وخلنا نسمع. وقف جماعي، وقف. عبد الله الشهراني يا عبد الله، يلا يا عبد الله، يلا يا عبد الله. يلا يا عبد الله، تتوقع يا عبد الله فالك زي اليوم؟ باذن الله الواحد الاحد. يا رب يا رب ان شاء الله تطلع بحاجه حلوه. ارحب يا مرحبا والله. يلا اعطونا الدولاب لعبد الله الشهراني. عبد الله كم طلعت الاسبوع اللي فات؟ ثلاث نقاط. ثلاث نقاط؟ إيه؟ على انك ساحب 1000 من عند عبد الله محمد صح؟ ايه لبى قلبه. يلا يلا يلا. لا ما له شيء، لا نواف ولا حمادة مستبعد من الفقرة، ونواف سحبة نقاط ما لك صامل. يلا إذا خيار عبد الله الشهراني يقول لا. بدون خيارات حمادة. والسؤال يا حمادة يلا جو. السؤال السؤال أسلم. السؤال يقول، أعطونا السؤال. أعطونا السؤال يا شباب. ماذا يعني مرض الأنيميا؟ تبغى تخصم على واحد ثاني؟ والله ودي حينزل خصم. عينك علي وعينك على فقرتك. الأنيميا كنترول. خليك على المتسابقين. اي نعم اي نعم شكرا. يلا البرص. البرص وقف. إجابة أخيرة. اللي غشش ما جابها صح صح؟ لا والله ما حد غشش. ما حد غشش. إذا إجابة خاطئة هي فقر الدم، ومعروف الله يصلحك. توقعتك تعرفها يعني. والله يكرمك. شرها المرض. عسى ربي يشفي مرضى المسلمين ومن يعانون من هذا المرض، وإن شاء الله نشوفهم في أتم صحة وعافية، ودائم لهم يعني كورسات ولهم جلسات ولهم أيضا يعني جمعيات مختصة في هذا المرض، اللي إن شاء الله نشوف مرضانا ومرضاكم بألف صحة وعافية. اعطونا الدولاب. يا رب يا رب. اعطونا الدولاب لعبد الله الشهراني، ونقول يا عبد الله موجب ولا سالب، ونقول ان شاء الله مع التغييرات ومع الحضور. عبد الله ابتسامه حلوه. يا سلام. الرصاصي وش يقول؟ الله عليك سالب يا عبد الله. كم؟ 150 يا عبد الله الشهراني، ومعوض خير يا حبيبي. وتحيه لعبد الله يا شباب. تحيه يا عبد الله. يلا عبد الله ما في مشكله. عبود في قلبك. عبود في قلبك. عبود في قلبك. الله يعطيك العافيه يا عبد الله. عبود في قلبك. اعطونا اعطونا القرعه. اعطونا القرعه. يلا وقف. نايف الحزامي الحين نشوف يا نايف. الحين الحين يا نايف. أسأل الله العلي العظيم أن يجيني أخصم على غيرك. في خصم تبغى تخصم؟ أسأل الله العلي العظيم. يلا ما عاد خلاص ما عاد بنقاطنا. ما عاد تبغى نقاط. يلا أعطونا الدولاب للنايف الحزامي. بسم الله يا نايف، سمعنا منك بيتين قبيل حلوة وجميلة مثلك. يلا أعطونا الدرجات. أعطونا الدولاب. يلا يا نايف يلا يا نايف يلا يا نايف. بسم الله. يلا يا ربي يلا. يلا يلا بس مبروك للي بعدك. هذه مقصوده. اذا يعني الدرجات اللي بتاخذها بتمنح للشخص اللي بيجلس او بيطلع بعدك. اعطونا اعطونا السؤال. اعطونا السؤال. السؤال يقول شاعر عربي معاصر لقبه شاعر النيل، فمن هو؟ ابراهيم ناجي، حافظ ابراهيم، احمد شوقي. يلا احمد شوقي ما عمري سمعت ان الشاعر النيل. خمسطعش اربعطعش خلنا نقول طال عمرك احمد شوقي. احمد شوقي ثبت. اجابه خاطئه. هو حافظ ابراهيم. انا قايلها الحين والله. انا قال ما ادري شو وضعه. حافظ ابراهيم معوض خير. يمكن حركه منك ما تبغى احد ياخذ منك الدرجه. لا والله لا والله. ارجع 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 ارجع. باقي الدولاب. دولاب ايه باقي الدولاب. بتمنح للي بعدك الدرجات الان. يلا اللي بعدك بياخذها. اعطونا الدولاب من 500 فوق. اعطونا الدولاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدور الدولاب. يلا ووقف الدولاب. نقول موجب ولا سالب؟
حظك الزين يا نايف يا رب موجب كم؟ 200 نقطة وتروح الغير. حلو، شكرا لك يا نايف، اليوم مالك حظ ابدا. ما عليه معوض خير، معوض خير، معوض خير. الان المتسابق اللي جاي بنشوف حماده ابو البراء. شباب 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 ابو البراء على حبيبي. اولا ليس بالقصد انا ونواف احنا نتعدى القوانين، سلام، وحنا راضين باللي اعطيتنا باستبعاد، لكن نتاسف لك حبيب قلبي. ولا عاد تتكرر والله ان شاء الله. هذه راحت اسبوع ذا خلاص، وان شاء الله انا اخيره. انا متحلم من البارح انه مقسوم علي 1000. الله يجعل اخيره فالحمد لله اني مسكر. شكرا، لكن ليس تقليلا منك. شكرا، شكرا لادبك واحترامك. يكفي ادبك واحترامك هذا يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي. ما يساعد انت يا حبايبي. اعطونا القرعه ونقول ال 200 جاهزه لك، الله يرزقك اياها. يمكن يطلع حماد يقول الله يعوضك خير. اعطنا القرعه. وقف سياف، سياف والله محتاج. سياف يقول ما قلت. سياف يا سياف يلا يا سياف. سياف 200 نقطة جاتك عاد، ها ما تزعل. رزق من الله. ليش اسبوعين ما لك؟ اسبوعين ما خذيت شيء. يلا معوض خير ان شاء الله. وسياف اول 200 حصلت عليها على طول بدون ما تدخل معنا في اي شيء. نبدا في الدولاب ونقول بسم الله. اعطونا الدولاب سياف. ايه بدي خصم. تعبني. سياف وش؟ اذا انتبه القيمة. يا سلام يا سلام يا سلام. ايه طفى الجهاز. الشاشة طفت معنا. ما عليك، ما عليك تشتغل. انا شغل طفت. لا تشغل شيء، تشتغل. طيب اذا انتبه القيمة. اعطونا السؤال. السؤال يقول: من في أي نوع من الرياضة يعطى حزام لون سندال؟ هل هو الملاكمة ولا المصارعة ولا الجمباز؟ ها؟ هدوء يا شباب. لون سندال في أي رياضة يعطى هذا الحزام؟ في الملاكمة، في المصارعة، يلا في الجمباز. دبلها 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 يلا. الجمباز. في الجمباز. وقف وقف. هل قد شفتوا في الجمباز حزام؟ وين في الجمباز حزام؟ يلبس لبس. لا لا انت اللي تقول، الله يسعدك. الجمباز يلبس لبس كامل حتى شبه خلاص. اسمع اسمع برمود. بالبراء. اذا اجابه خاطئه. اجابه خاطئه. هي في الملاكمه. كان لو انك قلت في التايكوندو او شو اسمه الخيار الثاني قلت يمكن. ابشر. اذا راحت عليك ال 100 تدبل. والله حرام، كان بتصير معك 400 على طول. 400 كم بتصير؟ العوض في الدولاب ان شاء الله. في الدولاب يوفقك. نعم نعم. اعطونا الدولاب. هذا ان كان ما استحب ال 200 وغير. والله ما تدري، والله ما تدري. الحظ حقك ماشي معك. يا سلام. والله لا هبلك نص. دراهم. يلا يلا. الاحمر يخوف. ام حق له. الله سالب. سالب كم؟ 50. إذا دبل تصير 100. طلعنا 100. طلعت 100. شكرا لك. إذا سياف شكرا لك 100. أعطونا القرعة. شكرا لك. أعطونا القرعة. وقف وقف. سعد الشهري. حي الله سعد بن علي. يلا يا سعد يا سعد. هلا هلا بك. هلا هلا. صلاتي على النبي. السلام عليكم. كيفك؟ مرحبا. شو اخبارك؟ الله يطول عمرك. كيف زغدك؟ باقي ما قد انجبر شويه. باقي ما انجبر؟ ايه. ما التأم، لان الجبر في العظم واللحم في التئام. يلبق يعني. يلبق ايه. حسها حسها. من جد انت؟ ايوه. طيب ابو علي. طيب الشاشه طفت ما في مشكله. عطر سعد. وجه صلف. انت لا لا ما انت بصلف ولا شيء. حياه حلوه يا حبيبي. انت سعد شاعر صح؟ أنا شاعر؟ متذوق. متذوق الشعر؟ يلا عطنا الشعر عطنا. يقول ايش هابلك؟ عطنا بيت واحد يلا. يقول ودي اكلم كل شوي واسكر واسكر. ابغى تطمن مثل لو انك اوزاني. اوزاني. امن امس
واليوم والليلة وأنا أفكر تكفى تحرص على روحك علشان علشان يا الله الله والله ما تشد والله ما تشد الجوال هو يلمح بس والله شكل السلك طيب ما في مشكلة طيب أعطونا الدولاب أعطونا الدولاب أعطونا الدولاب وعلمونا وش فيه أعطونا الدولاب الدولاب طالع عند الجمهور عندكم الدولاب يشوفونه الشباب يلا وش يا جمهور خصمك على غيرك وشو خصمك عطى غيرك في ذمتك نعم عادي اشوفه لا خلاص جاءك خصم الان بدون اي سؤال بدون اي شيء ألف ألف عندك يا يعني انك تاخذ ألف وهو ألف يا يعني انك تعطيها واحد من المتسابقين ونقول بسم الله الرحمن الرحيم دي. سعد هل في احد تبغى تعطيه يعني جاوبني اللي يحبني يرفع ايده حماده يرفع يعني يقول لي يحبني اللي يحبني يرفع ايده ما بقى يلا ها احمد ليه احمد انا احبك احبك يرفع ايدي كلهم والله انا ما اقدر ما تقدر اي والله يعني تشيلها انت وياه اي والله سعد ما اقدر والله كلمهم سعد تفاوض معه سعد ابو علي بيننا اتفاق خوي والله ما اقدر ارجع بيننا اتفاق ارجع 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 ها سعد هو بيسوي دور سعد سعد هات هات بجي ها بجي انت يا حماد من اللي كسب نقاط كبير خارج من الفقره ما له شو لا لا عطني عطني حماد طالع من الفقره مطرود سعد جبها جبها ما له شو يا عيال دقيقه سعد دقيقه اكثر منه وقف اللي كسب نقاط قبل شوي من لا لا ما له دخل ما له دخل حماد ترى كسب نقاط لا لا حماد طالع الفقره اليوم ما له شيء سعد عبد الله عبد الله خليك هنا حماد طالع الفقره طارق خليك هنا عطني ذاك عبد الناصر صل على النبي كلهم وافيد ام طاليق غربه وكل الحصى سلطان الهميلي سلطان الهميلي إذن الخصم من سعد الشهري لسلطان وسلطان يتقبلها بصدر رحب ابو عبد الله شكرا روح الرياضه شكرا لك يا سعد نعم خلاص شكرا لك بيض الله وجهك وسلطان الهميلي خصم ألف على احمد دقيقه على احمد لا ما في شربنا يا حبيبي انت يا لعاب تقول عطني اياها ليش ما انا اتمنى هاللحظه الحمد لله يا اخي بنشوفه يا اخي يلا لا لا خلاص ما له شيء لا لا الخصم على فيها سؤال اي نعم خلاص هو اختار نعم صحيح سعد ارجع سعد ارجع لخبطونا من طلبات الشباب لانك يا سعد منحت ألف خصم فلك السؤال ولك الدولاب يلا ودي والله تشغلون الشاشه لين تحمس اشوف الشاشه صدق الشاشه عندي مش شغاله ترى عندي خبر الكتروني اي حتى لنفسك اللي سوى طيب السؤال يقول اعطونا السؤال حق سعد السؤال وشو ايه السؤال يقول اين تم حفر اول بئر للنفط في العالم هل هو في فنزويلا ولا في امريكا ولا ولايه تكساس يلا عندي الاجابه يلا يلا يا سعد يلا صوت يا شباب الصوت يعني صوتكم حتى طالع للجمهور هد اللعبة وياه فنزويلا يلا في وين فنزويلا إجابة خاطئة هي في أمريكا أول بئر للنفط في العالم لأنه ورط كل جالس وسمعتها حتى أنا مع بس بمشان أني ما أدري من هو لا ما في مشكلة لا عشان لا تحسبين اني ماني بدري ولا اني فاهم لاني عارف اللي جالس واعرف الشباب اللي جالسين واسمع يعني مو مستخب علي يعني صح ولا مستخب حتى على المشاهد في مي بزينه يعني عرفت اني جالس تجاوب وتعلم مي بزينه يعني عرفت بس بوصل طيب يعني الامور طيب مالك دقيقه يا شباب اعطونا الدولاب لسعد الشهري اعطونا الدولاب لانها تطلع مش زين على الشاشه فهمت يلا اعطونا يلا, يلا 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 قدامكم طالع يلا علمونا كم عطوني في الكنترول على طول صيحوا يا شباب موجب 700 إذن المبروك يا سعد أخذت 700 وخصمت على سلطان الهميلي 1000 ها سهل طيب إذن
700 سعد الشهري وخصم على عبد السلطان الميلي ويروح يتعذر منه ويتاسف. وهذه اساسيات اللعبه والروح الرياضيه الحلوه متقبلينها بصدر رحب. اللهم لك الحمد. يجيني بكره واحد يقول انا متزعل. لا لا يا حبيبي الرجال شايلين اللعبه. اذا اشتغلت معنا ونقول يا رب تستمر بس. يلا شكرا لك. شكرا لك يا باشا. طيب ايها هنا انتبهوا له. طيب ابشر الدعوه ريالتي يحب. يا سلام. اعطونا القرعه اللي بعده. اعطونا القرعه. اعطوني القرعه. اي والله اعطوني القرعه. بس ضاحي شمري ما شاء الله يا ضاحي. ضاحي يا ضاحي. اي والله اي والله. يلا يا ضاحي. اي والله والله مليار عقاله. انتبه على الاسلاك. انتبه على الاسلاك. هلا انتبه. ايوه خليك هنا. يا سلام عليك. كيف حالك يا ضاحي؟ طيب اعطونا الدولاب الضاحي. يلا سريع سريع. والله 700 سعد 100 بشويه. سعد علي وين سعد الشهري؟ الله مبروك صراحه. 700 ذي صراحه فخمه. كميه فخامه. خصم وتاخذ 700. اذا اتصال الضاحي. ويا رب ما حد بعد ما يجاوب. يا رب يا رب اعطونا السؤال واعطوا الاتصال. الو السلام عليكم. الو ما شاء الله تبارك الله الجمهور اصلا ما يوقف التلفون. التلفون عندنا ما يلحقون عليه. الو السلام عليكم. يلا يا سلام عليكم. طبعا الهاشتاج كم اليوم يا شباب؟ الهاشتاج ما اسمع صوت. سكريب 28. وش حابين تكتبون للشباب؟ يلا بنقرا لهم. اكتبوا رسائل لهم يلا الان. يلا لي يلا لي انا ابو براء. نقرا لكم ثنتين ثلاثه من الهاشتاج. يلا يلا. الو السلام عليكم. طيب ادخل على الهاشتاج اشوف. ادخل على الهاشتاج. هذا الهاشتاج 28. اول الهاشتاج اول رساله يقول ربي يرزق الواحد على نياته يستاهل سعد. وهذه الاخت ريم تقولها. طيب وهنا تقول خصمك على غيرك ما في سؤال. ليه سؤال يا سعد؟ سألناه وخلصنا يا حبايبي. هذا يا سعدان ما ادري ايش كاتب. طيب 700 يستاهلها سعد. سعد كسب 700 نتيجه من البرايم يمكن شوي. يلا ها اكتبوا في الهاشتاج. الو السلام عليكم. هاجر سلام عليكم. الو يا هاجر. هاجر هاجر راحت هاجر. والله من زحمه الاتصالات. طيب نرجع للهاشتاج. اكتبوا هذا. والله المرحب بهاج وسعد وعبود وسلطان. يلا يا سلام. فارسنا ثامر مدعث. يا سلام شفت الناس تحبكم يا ناس. الخصومات قويه. مفروض صدق تنقسم على اللي يبون تتقسم. اذا جاوا في بيتكم قسموها. طيب يلا تكفون يلبقون. لا تخلون ولدكم هالاسبوع. وين ولا وين السلطان بهاج؟ وين سلطان؟ يلا سلام عليكم. مين معي؟ الو سلام عليكم. الو سلام عليكم. الو سلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. من معي؟ جوان. وش؟ جوان. جوان حياك الله جوان. من وين تكلمينا يا جوان؟ من الجنوب. طيب يا جوان وش رايك تقصري على التلفزيون عشان ما يصير في صدى؟ جوان قصري. أيوه. على التلفزيون. قصرتي على التلفزيون؟ ايوه. طيب يا جوان انت الان تعتبرين نفسك المتسابق معنا اللي هو ضاحي الشمري. اذا جاوبتي صح ياخذ المية. اذا جاوبتي خطا بتروح عليه المية وعاد نشوف الدولاب. اتفقنا؟ تمام. طيب اعطونا السؤال وشوفي السؤال قدامك على الشاشه. وطي على التلفزيون بس. السؤال يقول ما هو العام الذي قام فيه إبراهيم الأشرم بمهاجمة مكة المكرمة؟ هل هو في عام الفيل ولا عام الفتح ولا الرماد؟ ما هو العام الذي قام فيه إبراهيم الأشرم بمهاجمة مكة المكرمة؟ هل هو عام الفيل ولا عام الفتح ولا عام الرماد؟ ها يا جوان. عام إيش؟ الفتح. عام الفتح. إجابة أخيرة. وقف خلاص وقف. إذن وقفت عند 15 ثانية
وأيضا جوان تخطي في الإجابة، هي الإجابة عام الفيل. والله ما عاد في أسهل من هذا، يعني أبرهة جاء من الحبشة على فيلة عشان يهدم الكعبة على فيل يمشي. إذا ضاحي راحت عليك 100 درجة، وعطونا الدولاب الضاحي، عطونا الدولاب. شكرا لك يا جوان. يلا يلا يا ضاحي، بسم الله يا ضاحي. شو تتوقع يا ضاحي؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. ضاحي يا ضاحي على الأخضر، وقف يا ضاحي. موجب كم؟ عوضك الله بعشر درجات، الحمد لله. العوض ولا القطيع. المبروك يا ضاحي. الله يعزك. يلا يا جماعة الألف والمية، يلا يا جماعة الألف والمية، اعطونا القرعة. يا سلام يا ضاحي، يا سلام. يلا لبيه. وش اعتراضك؟ خليني اوقف القرعة، برجع لك برجع. وقف ريان، تعال ريان. عزيز وش اعتراضك يا عزيز؟ عاش عاش. ها يا ابو انت بلغ القرعه من الماسكه الكمبيوتر. افتح مايكك، افتح مايكك، تكفى. اقول حاجه قرعه منه دائما اخر واحد. اسمع اقول حاجه. ايه الطجم حريقه بالله. خلاص ما عاد بشي. خلاص يا هلا يا ريان، كيف حالك؟ يا مرحب. كيف حالك؟ نحمد الله تمام. يلا ريان اعطونا قرعه. ريان ريان يا ريان، انتبه على لساكتك يا ريان، انتبه. يلا يلا يا ريان، بسم الله الرحمن الرحيم، والخيار لك يا ريان. ها تتوقعون وش يا ريان؟ لا وخذ لك دبل قيمة. حلو. دبل. خوفتي من السالفة. يلا اعطونا السؤال. السؤال يقول، يلا اعطونا السؤال. ما هو أصغر طائر؟ هل هو الخفاش أو السمان ولا الطنان؟ السمان طبعا يسمونه، احنا نقول السمان. ما هو أصغر طائر؟ يلا هل هو الخفاش ولا السمان ولا الطنان؟ يلا يا شباب هدوء، الصوت لا يصلني عندي، لا يصل عندي. هذه الإجابة ذي ما هي في راسي، لكن ما هي في راسك اللي هو خير الأمور أوسطها. يلا السمان. السمان. ليش قلت السمان؟ ليش؟ بناء على ايش؟ الخفاش نقول يمكن تخيله كبير. ها ايه ليش ما تخيلت الطنان؟ ما اعرف شكله. ما تعرف شكله؟ لا لا. اللي ياخذ ياخذ الرحيق من الشجر صغيروري. لا تقول. اذا اجابه خاطئه، هو الطنان. الطنان اصغر طائر في العالم، هذا قده، هذا قده، ومع ذلك يدخل خشبه في الورد دائما. يا ورده يلا معوض خير، وخلنا نشوف الدرجات. الخصم الدولاب. الدولاب. الدولاب رايك. الدولاب. يلا اعطونا الدولاب. اعطونا الدولاب ريان. يلا يا ريان، حظك دائما زين يا ريان. يا رب. ريان والدولاب يقول يا رب يا رب. ريان ابتسامة الخائف. وقف لي في الاخضر برتقالي. واو كم؟ سالك الطير مبارك. شيء 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 يا حبيبي. سالك الطير دائما دائما هذه الفقرة توصف الكثير. فقرة جميلة. حظ دائم أكثر من رائع. ريان كم أنت مبدع، حظك جميل. يرزقنا ربي حظك اللي جاك، راحت من الطنان وراحت في الدرجات العليا، ما شاء الله تبارك الله. 4000 درجة حصل عليها ريان، ما شاء الله تبارك الله. تحية الريان المبروك. شكرا عيالك. نعم ايه دبل يعطي من؟ الحصان. الفلوبة
يعطي 1000 نقطة؟ ايوه قايل لك اسم مصر في الراجل. ايه فلوس هي نقاط تمنح متسابق ما يمنح منها شيء. 500 اذا تستاهل يعني لو انها على التوزيع بيوزع علينا كلنا يا حبيبي. ايش فيك انت؟ والله يا 4000 مبروك يا ريان تستاهل. الله يبارك فيك. اعطوني القلعة. والله شيء عجيب. يا للعظمة يا للهول. يتميز بالمواهب ويتحدى في المصاعب. وقف عبد الله محمد. عبد الله عبد الله محمد. يلا يا عبد الله. عبد الله انت حظك زين ما شاء الله ان شاء الله. يلا يا عبد الله. ما ادري ذا اليوم وشو قايل. ها ما ادري ذا اليوم وشو قايل. ما تدري شلون قايل؟ ايه. طيب عبد الله اعتبرني اسالك سؤال. وش في خاطرك؟ وش تبغى تقول؟ اقول من يعني قل للي يشاهدنا للي جالسين لي انا. طيب. للمشاهد ابعد من السلك شوي تكفى. ابشر. طيب اول شيء ابو البراء الله لا يهينك وبيض وجهك على الفقره يا حبيبي قلب. خلني اسمع اللي في الاسبوع. والله ان نتمناها يعني احنا نستانس حلو وتجينا درجات. شفت؟ شكرا لك. من ناحيه كلمه ودي اقولها لجمهوري. جمهورك؟ نعم. يلا تستاهل ما دام اعطيتك المجال. تفضل. بيض الله وجهك. ان الايام دي انا مقصر لكن اوعدهم من بكره وفي وجهي هم ما يشوفون الا اللي يرضيهم. ونعم وقد ان شاء الله وكفو عسى ربي يوفقنا وياك. ابعد من السلك اللي نحتاج الشاشه احنا. اعطونا الدولاب. اعطونا الدولاب. ظاهر عندكم الشاشه؟ يلا اعطونا الدولاب لعبد الله محمد. خلنا نشوف رسالته للجمهور هي بتكون زين ولا شين؟ ان شاء الله زين. ها ارفع صوتك انت وياه. يلا يا ضاحي. يلا يا ثامر سمعون. مبروك 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 مبروك. ما في سؤال. حظك زين. ما في سؤال. على طول تاخذ 100 نقطه نحولك على دولاب الدرجات على طول ان شاء الله. الحين نقول لك مبروك بالموجب والمبروك السالم. آه ان شاء الله. اعطونا اعطونا دولاب الدرجات ان شاء الله. 4000 يا رب. ما تدري ترى يمكن ان شاء الله. كم؟ يا سلام صورها يا حبيب قلبي يسعد اللي مساك. يا هلا وسهلا. يلا 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 يلا. ها ما عليه ما عليه. سالم سالم ما عليه. بسيطة بسيطة. 150 سالم 150. معوض خير. شكرا لك. تحياتي. أجمل فقرة يا الله يسعدك يا حبيب قلبي. معوض خير. ودي بس يجينا في السلك يتحرك. أنا بتأكد منه. ودي يا عبود شغال. ودي يا عبود. معوض خير. الشاشة عندي مشكلة هنا يمكن. أبو البراء أجيك. أبو البراء في تقني هنا. هكا ابو البراء جيك. والله ما ادري انا صراحه احتاج الشاشه. خليني اجي اشوف شغاله هنا. ابو البراء اسمح لي. شغاله والله هنا شغاله ممتاز ما في خلاف. اسمح لي اجيك اشوف. ايه تعال تعال ما في مشكله تعال. اي حركاتي هكل عشان يشوف الاسئله وياخذ الاجوبه. لا لا والله ابو البراء عشان اشغلك اياها. اي والله شغله. شوف الازر حقتها. والله ما تاخذ درجه واحده بس صلحها. والله العظيم ما اخذ ولا درجه. خلي شوف. يلا اعلان ايش؟ والله شج شغاله الشاشه الثانيه. هلا طفت الشاشه. ليش طفت حبيبي؟ تعرف ولا ما تعرف؟ لا ما اعرف. لانكم ما لعبتوا حماده. لانكم طردتوا حماده. اه انت يعني فيك شحنات كهرب زايد انت. طالبينك يا ابو البراء حماده. تكفى يا ابو البراء. والله والله صعبه. خلاص انا اتخذت قرار فصعب ارجع فيه. اخونا الكبير. وانا على ما قال حماده جبل ويشل على ما قال الحمولة. استاذنا حصان. كلام بسيط. اذا الله وفق وزينها بسام خلى حماده يلعب. عوض. اذا ايش اذا ايش؟ اذا ان شاء الله زانت الشاشات خل حماده يلعب. قال بيرك يا ابو البراء. والله انا من الحين اللعبه. على راسي ابو البراء. لا دقيقه دقيقه دقيقه. علي الحرام قد اهتم. طلب طلب طلبك على راسي والله. انقلع مني. لا اتلاقي طول وياك واخرب مني. ابي اجزرك. اشتغلت؟ لا لا خلاص. لا لا انفصل. البراء واخرب من قدامي. ابو البراء حماده خيره خيره. يا شباب تعال بدكم نقرا الهاشتاج سوا. يلا طفى طفى. يصفي يشتغل ما مرتخي. خلاص اجلس عشان الكاميرا خبتها. اجلس كاتبين كاتبين. دقيقه رجي رجي. وينكم وينكم يا دواي؟ دقيقه. اقرا 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 اق
يلا يا شباب نبدا الفقره اشتغلت لا اشتغلت يلا يلا قدم المتسابق التالي يلا يلا المتسابق اللي بعده يا شباب عطوا القرعه عطوا القرعه عطوا القرعه هات القرعه عطى القرعه يلا يلا القرعه يا شباب وقف يلا كل وقف قول مشعل عنزي حياك الله يا مشعل يا مشعل يلا يا مشعل حياك الله يا مشعل فخر اطيح جيب واحد يلا بس طيب يا مشعل بس طيب عليك اضبطك الحين سامحني يلا يا ما لا حياك الله يا مشعل نورتنا فخر قاعد اسوي تسلم فقره يا زينكم يا زين طلباتكم لكم احلى عزيمه بعد البرنامج عندي في البيت يلا ابو البراء يا هلا والله مشعل مشعل عاد حظك زين انت يا مشعل والله لكن بدايه الاسبوع يلا اعطونا اعطونا الدولاب اعطونا الدولاب المشعل يلا اعطونا الدولاب يلا 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 اعطونا الدولاب يا رب الفال الطيب اذا خصمك عطى غيرك لا 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 مشعل دقيقه ارجع 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 دقيقه مشعل 700 هذا 700 هذا صلوا عليه مشعل يا عيال مشعل يا عيال مشعل يلا محدش بلاك يا عيال صلوا على النبي مشعل مشعل عطريا مشعل عطها ريا 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 ما هو خسر ما تدق على كلامك والله ما تشيلها يا بطل تشيلها على كتفك ولا تبغى تعطيها واحد من الشباب هدوء 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 خلينا نشوف لا اي سمعني ابغى اسمع التبرير منك طيب لو شلتها انا شيلها معك واحد ثاني لازم واحد ثاني اي لازم على القرعه لا والله قل الخسائر وش هي اقل الخسائر انك تعطيها واحد ها والله كلكم مطليق ويعلم الله يلا. اني ما والله ما ابي واحد ناقص واحد واحد يلا يلا ها لا لا ريان العيال عليهم خصم اذا خصم على ريان العامري يا وجهك يا ريان ريان العامري والله العسكري بطيء مول الثقايل ريان والله اذا مشعل يخصم على ريان ألف وتكون يا مشعل معنا في المسابقه والسؤال يقول شكرا يلا السؤال يقول من هو الصحابي الذي جهر بالقرآن في مكة لأول مرة عبد الله مسعود بلال الحبشي علي بن أبي طالب يلا يلا 21 هدوء يا شباب هدوء بو شعفول هد اللي عندك اللي ورا صوت مطالع ايه 13 ثانية ثمانية علي 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 بن أبي طالب وقف إذن إجابة خاطئة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله يا رب أنا ما أدري هل هو عشان ثقافتي عالية أو لا يعني أسئلة أشبه بالسهلة والله العظيم سهلة مرة 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 إذن محظ موفق فيه إن شاء الله في الدولاب خلنا نشوف الدولاب والله إن شاء الله والله حظ من يوم السبت من يوم المطبخ معي يلا عطونا الدولاب الدرجات عطونا الدولاب الدرجات كم طلعت عندي الأسبوع اللي فات به؟ كم طلعت به؟ ألف ألف؟ ألف نقطة؟ ايه بالموجب ايه تبارك الله ما شاء الله إذن أحمر أخضر أصفر أزرق يلا يا أخضر غامق أصفر برتقالي يا رب والله أني أحب هاللون موجب كم؟ خمس مئة والله ودك والله ودك خمس مئة المبروك لمشعل عندي حركة للناس اللي يحقدون سوا لأن الناس اللي يحقدون علي اللي ما يحبوني ايوه خلطناه وين اللي خلطناه يلا يلا بيض الله وجهك يا سلام يا سلام يا رب لك الحمد مبروك مبروك اعطونا القرعة بيض الله وجهك اعطونا القرعة يا حبيبي يا ريان والله ما تشيل الا الثقايل والله تستاهل تستاهل يا سلام بالاحضان الروح الرياضية بين مشعل وريان ريان شال هالألف وقف سعود يلا يلا مسعود اقول سعود يلا مسعود 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 يلا يا ابو شعفون عاد تحطك زين ما شاء الله لبيه لبيه حاجه ليش صار لي منك هات
يلا ولا ردها في خطركم عيش يا حبيبي. وقف عطني اياها. يسعد اللي مساك الحلو اللي مثلك حبيبي. يسعد. يلا 1 2 3 وش اسمها؟ سارة ليلك. يلا اي واحده ما ادري عاد هم يقول انت يعرفها. يلا طيب خلنا نسمع سلطان المالي. يا اخي حركات الذكرتي يجوز في اخر الفصل انت. هذا طيح الكراسي الثاني. هكر كراسينا بعد ذا هدي. طيب يلا سمعنا. سيشغلوا لي صدى المسعود. سرى ليلي سرى ليلي على قافه مثل ليل الشتاء ما اسراه إلينا أصبحت بعد علي من الإبداع منقية عسى دار عسى دار تضم الربع غيث يطربك من شاه من الصرار وشمل به يا حد النعرية بروقه تشعف الساري وينثر فالمخيلة همه وليصبحنا علي الوديان والقيعان مملية. يا سلام يا سلام. قسم بالله يبغى لها شاص 2023 وفاتح الدرايش وعلى ذي كل في ذيك الصياد الباردة اللي مجاينها مطر. يا الله يا رب يا رب يا رب. صح صوتك يا حبيبي والله. عطونا الدولاب يلا بسم الله. عشان قلت شاصل بس نظارات حقي ندخل ذولا مشكلة. تحويل للجمهور وعلى هاشتاج البرنامج مسعود ينتظركم على هاشتاج 28. جاهزين عطوني رقم واحد إذن. يلا أنا بجلس أناظر. ها يلا بسم الله بسم الله. يلا عطونا عطونا الهاشتاج والكنترول متابع معي. طيب السؤال يقول وش يقول السؤال؟ كم كان عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية؟ 40 مليون 55 مليون 85 مليون. أنا ما جاوب. ما جاوب أنت. تحال للجمهور وبدأ معكم الوقت يا جمهور. 26 ثانية. يلا يا جمهور تفاعلوا معنا عطونا. يلا يا جمهور سكريبت 28 يا جمهور. يلا يا جمهور العالي يا الغالي. ها يلا سكريبت 28. ما شاء الله تبارك الله. الله لا يضرك. وصلت الإجابة. وقف يا كنترول. وصلت الإجابة على 3 ثواني. كم قالوا؟ 55 مليون. وإجابة صحيحة. ها دقيقة إجابة صحيحة هنا بس. هل الجمهور جاوب صح؟ يا رب ايش فيكم ما تبغون تخدمون المتسابقين اليوم يا جمهورنا؟ والله العظيم حرام يعني يطلع الواحد عشان ياخذ 100 ليش تردها منه؟ والإجابة كانت قدامكم 55 مليون وخذ لك 100 درجة إجابة صحيحة من نورة. شكرا يا نورة. شكرا شكرا. حولوا له الدولاب. يلا اعطوا الدولاب الدرجات. فيها تصميم؟ واصلكم. انت على سلاكتك انت على سلاك. احنا بلشنا بدل سلاك. يلا اعطونا بسم الله. اذا موجب او سالب تكون في صف درجاته ولا لا؟ ازرق يا موجب كم؟ 100 درجة يا شعفول. مبروك يا مسعود. الله يبارك فيك. 200 درجة أخذتها وأنت واقف هنا. ألف ألف مبروك. تحية لمسعود يا شباب تحية. أعطونا القرعة أعطونا القرعة. ها سمعني يا أحمد. لا ماشي تجي الدرجات سكة بالعين. لا لا حسود تعرف فعلا مبروك. هالحين أعرف فعلا. تعرف فعلا. أعطوه القرعة. أعطوه القرعة. وقف عايض الأكلبي. يلا يا عايض. يلا يا بهاج. يلا يا بهاج كوكلي. أنت جيه والله. هلا أرحب. جيه ساك طيب. الله يعافيك. طبعا قد علمكم سالفة البروست ولا ما قد علمكم بها؟
صح؟ قد علمتهم؟ ايه قد علمتهم قد علمتهم. قد سولفت بقى عليهم؟ اي والله. انها جميله والله. لين كل ما تذكرت صدق كل ما شفت بوست تذكرتك. طيب كيف حالك يا مسعود؟ كيف مسعود؟ مسعود ماخذ قلبي. كيف كبهاج؟ والله بخير تمام ان شاء الله. الحمد لله. كيف كان اليوم معك؟ والله جميل. يلا اعطونا اعطونا الدرجات. يلا. نواف لا تروح بعيد يا نواف. ابغاك. ابغاك لا تروح. يلا. اذا بهاج نقول له محاد بدون يقول محك بدون خيارات. السؤال يقول السؤال قدامك يلا. من هو افضل الملائكه؟ يلا اختار لنا واحد من الملائكه. هدوء. يلا ناظر الشاشه. عينك على الشاشه. عينك على الشاشه. ايه انتبه عشان ما ندخل في دوامة خصمنا طلبات ونطل ما نبغى. يلا من هو؟ يلا جبريل. وقف. وش جاوبت؟ جبريل. صح 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 ملقى صح. ايش الاثنين؟ وش فيك انا سحبت وش؟ عزيز عزيز ها عزيز وش فيك؟ اتوقع انها صح. لا تتوقع استبعاد ترى مغششه. ترى مغششه؟ نعم. هو انا قلت لا لا ما غشش انا ما سمعت عن غش. للاسف يا بهاج عشان من هو يعني يطعمنا دائما بالكلام الحلو والله للاسف يعني هذا سؤال سهل ولا احد يجاوب عليه ايضا ندخل في دوامه. ها يا عبد الله صح. صح شيلها صح. صح عليكم يا درجه وبرافو عليك برافو. اعطونا الدولاب يلا اعطونا الدولاب الدولاب الزبده اعطونا 100 درجه خذاها بهاج بدون خيارات. بس حبيت لون التيشيرت انا مره مخ الله يحبك يلا. والله مره شغل باسكت روبن صح يلا. ليش لا انا سعد قحطاني حبيبي. ايه ركز في الاسم. ها حقك موجب كم؟ 700 ألف مبروك. ثمانمية ياخذ اوس اوس سلم صوتك. 800 رحنا رحنا ايه مسعود يا بهاج يلا يا بهاج 800 ما شاء الله تبارك الله. سلطان يقول حب راسي. سلطان حبيتها سلطان. يلا اعطونا اعطونا القرعه اعطونا القرعه. وقف ثامر مدعف. يلا يا ابو مدعف. هلا هلا ابو مدعف. بهاج يلا 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 الحصان. هلا وش علمنا ممكن تشرح لنا ولا خليت احمد رحيم يشرح لي؟ ها ايه اشرح ابو رحيم. ابو رحيم في حاجه حاصله. شغلوا لي المايك حق سلطان. دقيقه سلطان. سلطان حبيبي دقيقه في حاصل حاجه والله لا اخصم لا احصم. ايش اللي حاصل؟ عطني اياه تكب بسرعه. خلنا نسمع خلنا نسمع ايش فيكم. خلنا نسمع. طلعوا الشباب او شيء انهم متعاطفين لكن ظهر غير ذلك انهم شياطين كلهم. اها الا انا يا ابو الا انت. انا انسان مسكين. انت اول من بداها بها هنا يا حبيبي. مسكين يا ابو المسكين والله كثر السكاكين والله. هذيك الموجد ها الحصان الحصان والله والله الحصان والله هذا الحصان والله انا كفو لكنه في اخر الركبه الحين. اسمع اسمع يا ابو البراء. لبيه اسمع اسمع يا ابو البراء والله اني ارقد 4 ساعات ما يخلوني ارقد واحد الفقرات كلها. انا الوحيد اللي حاضر الفقرات. طيب سكري مقصف باسمج. طيب يلا 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 اعطونا 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 ابو مدعد. يلا يلا يا ابو مدعد. لا والله ما طولنا يا حبيبي. يلا هات ناظر فوق. خل عينك فوق. في واحد في واحد وده عينك فوق. اي خصمك على مالك. والله ما اشبحها لين تقولوا مبروك للي بعدك. يعني اللي بتعطيني بتاخذ من درجات تعطيها واحد من اللي جالسين. بالله ما تب بسك سؤال بسك سؤال. من هو الشخص اللي ما تبغى تعطيه واحد من عطني سؤال واحد عطني شخص واحد من كيف عطني سؤال واحد يعني ما تبغى تعطيه درجات. قد طلع عطني واحد قد طلع على قد طلع والله خلاص يلا. إذن السؤال يقول السؤال يقول أرب اللي بعدي واحد. من هو الذي اكتشف الميكروب الذي يسبب مرض السل الرئوي؟ جوزيف ولا ريبورت ولا كارلو؟ اختار لك واحد. من هو الذي اكتشف الميكروب الذي يسبب مرض السل الرئوي؟ ها يا شباب اتفقنا. جوزيف ولا ريبورت ولا كارلو؟ ها
ولا شل هو ركز. قسم بالله عليكم الوان في تيشيرتاتكم ما ادري من اللي مختاركم. الله والنعم بالله. روبرت كوخ. روبرت كوخ الله كريم صح. ليش تعال من اللي قال صح؟ نايف ايش دراك؟ قلت قالتها قبل والله ما ردها في خاطرك اجابه صحيحه. انا بطلب طلب. الله يا رب منك يا رب يا حي اللي بعده نقاط. هلا ابو رحي. ابو رحيم اي والله تبغاها له يعني اي والله يستاهل. يلا ابو رحيم اعطونا الدولاب. 100 100 100 خذاها من الاجابه. يلا يلا اعطونا اياه. يا ربي سلم سلم يا ربي سلم سلم. شفت ورقه خلي ولده لمه. يلا سلم سلم يلا. الازرق دائما الهلال حلو. ميتين كم؟ 200. اذا 300 تمنح اللي بعدك. شكرا شكرا لك. اجلس. عندك حاجه تقولها؟ قولها. انا عندي كلمه بقولها بس نسمع يا شباب. سلطان ترى بوقفك اخر الفصل. ها خل نسمع. عندك حاجه تقولها؟ ايه احنا امس ودعنا اخي الغالي سعود جعل ربي حفظه. الله يذكره بالخير ويستر عليه. اخوان الغاليين كلهم يستاهل. بس سعود محبوب في كل مجال يروح. يستاهل. وبالنسبه لي انا يا ثامر كان قريب مني جدا خارج البرنامج والبرنامج. والله انا اشوفك قريب من الكل ما شاء الله. اي والله انا كاتب ابيات والدنيا اقول. يلا سمعنا يستاهل. يلا اقول اللي ترجل ما حصل منه منقود. يا سلام. فارس معارك الركب وانت رجل راحت بك ظروف صعيبات. يا سعود واسمك وفعلك في المراجل مسجل. يا سعود ابن جابر عسى ايامك تعود. من يوم خلق سعود ما قد تخجل قدام كل جمهور موهوب محدود. شعب الخليج يحب صوتك وعجل. يفرح بك الطرقي وتفرح بك الذود ويفرح لسمعك كل ورق محجل. يا سلام يا سلام. صح لسانك وما شاء الله تبارك الله ويستاهل. والله يستاهل يستاهل حبيبنا سعود. وان شاء الله نتمنى توفيق. سعود الحين تمشى في الرياض مبسوط وانتم محجورين هنا. يلا نهبر حي. يلا اعطونا القرعه. اذا اللي بيدخل بعد شوي ب 300 مهداه من ابو مدع الثامر. خلها الدور خلها الدور خلها الدور خلها الدور. يناظرون الشباب. ليتك تطلع الرياكشن حقهم يا جمهور يا مصيبه. وقف. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا واضحين أنكم ما تبغون أحمد رحيم. واضح أن أحمد ولا واحد صفق لك يا أحمد. أحمد واضح الأعداء كثير يا أحمد. أنت لمين أحمد؟ يلا أشهد خصمك أحمد. أشهر سيفك وضر رمحك. الأعداء هنا واجد. يقول اعدائي اللي شنوا الحرب. ايه شكرا شكرا انا لكم بالمرصاد. ها ايوه وجه وجه رساله وجه وجه. شوف شوف كم واحد يهدد. عطنا صوت. ايش تبي صوت بس؟ ليش ما تفاعلوا لك بينما انت كسبت 300 وانت جالس؟ هذا غيره يا ابو غيره غيره. انه الفارس. يا هلا لابس ايش؟ بس وينه؟ والله تسمعنا بس وينه. يا الله يستاهل. ولا تفصل السلك عشان ما ادرك راسك. يا حبيب ما يجي وينه عني قاطع لمواصله. له ما يرحم حبينا والغلا ما فيها بد حيله. ارجع ارجع والفرح حين يوم ياتي لمراسله. زين طار الحب يا زينة يا يجيني يا نجيله. الله الله. يا سلام يا سلام يا سلام. ما تعطيني خصمك على غيرك على طول عشان اعطونا الدولاب. يلا اعطونا الدولاب اعطونا الدولاب. اذا دخل احمد رحيم ب 300 على طول. من يوم دخل 300 اهدام من ابو مدعث. ولكن شكلها تطلع مع جد. لا انت يا ابو مدعي. وقف وقف. لا يا حرام. اذا نقاطك حظ اللي عارف. بعدك والله اني حظي اعرفه. لا اله الا الله. اي والله. وش ذا وش ذا الكرامات؟ النية طيبة يا النية. النية طيبة. انا مصدق انا عاد ما ادري. ما شاء الله تبارك. اعطونا السؤال.
اذا ياخذ درجات هنا واللي بيطلع يعطيه الدرجات. يا اخي ما شاء الله تبارك الله. من هو اول من كتب في الاسلام واقرا الصحابه للقران؟ ابو بكر ولا كعب الابادي ولا ابي بكر؟ ابو بكر. ابو بكر وقف اجابه. وقف ابو بكر. اجابه خاطئه. هو ابي بن كعب. ابي بن كعب عفوا. ابي بن كعب. ابي بن كعب. طيب اعطونا الدولاب. شبعان شبعان فلوس عشان كذا فسقه هذه. شبعانين يا فسقه. اعطونا الدولاب. اعطونا الدولاب. ابو رحيم وش اللون؟ انا اتمنى ان شاء الله سالم. يا اخي هذه الفسقه مشكله. يا كريم ها حظي اعرفه. موجب موجب. عشرة. اذا عشرة درجة. عاد ابو البراء ها انا لبست الطقم ذا. ايه ابو حظ زين بس اليوم تفاجأت. ليش؟ والله العظيم كنت ناوي واحد بس الله يستر. يلا شكرا لك. عشر درجات وبتجيك درجات وانت الحين واقف. اللي بيجي الان هو اللي بيمنحك الدرجات. عشر درجات فقط. ايوه والله كانك في الهافن بول صدق. يلا. يلا يا احمد شكرا لك. اعطونا القرعه. لا انت يا ابو مدعث لا انت. اي والله ما مرتاح انت. وبتعطيه اياها يعني. وش اسوي؟ وقف عزيز 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 عزيز. شفت ما يحبك والله ما يحبك عزيز. درجاتك اللي بتعطيها في ذمتكم. تعال بياخذ درجات اللي لك الحين. الدرجات هذه بيعطيك اياها. انت اخذت 300 و10. يلا بس حلو بس حلو. كني رخام ادري. لا 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 والله صدق الله معجبني. يعني الحين امدح لبسك وتقول كني رخام. والله ما قلتها يا اخوي. كانك ورق جدران بس مشيها. زين ابو البراء. طيب السؤال على طول. السؤال على طول لانك نقاطك بتروح لابو رحيم. اعطونا السؤال. السؤال يقول اين يوجد اكبر مدرج لكره القدم في العالم؟ في البرازيل في الصين في فرنسا؟ هو في فرنسا لكن بقول البرازيل. في البرازيل. ما هو يبغى يستهبل ولكن انت هو ما يبغى احمد الرحيم ياخذ درجات. ايه لكن خذ اجابه صحيحه. 100 درجه. جحدها جحدها. 100 درجه. طيب اعطونا الدولاب. ايوه خليك واقف يا ابو رحيم. والله يخضك بالراس كرجلك الحين لجا الدولاب. ابو البر ما قد استفدت معليش انا نقاط من هذه كله خاصم 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 خاصم. عطني خاصم خليه يخصم عليك. يخصم عليك ولا تبغى خاصم تخصم عليه؟ لا 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 جاني خاصم بيروح له. خلينا نشوف الدولاب يمكن يجيك خاصم. يلا يلا. وعلى كل حال خذ له 100 الحين بعد يعني اخذ 410 فداه بس ان شاء الله. اي اي هذه فداه ذي بكره تبيزكم في البرايم يا حبيبي. سؤال بسيط الحين اذا جاني اخصم على غيرك وما خصمت اها ما يخصم شيل 1000 1000 لا تشيل 1000 1000 1000 كل واحد 1000. اي خلاص انا الخصم يجي احمد. اه صح؟ لا يب اخصم على اثنين انا مو على واحد. والله واضح انه حاقد يا احمد. اقسم بالله حاقد. يلا اذا دولاب عزيز محمد يروح لاحمد الحيم. موجب ولا سالب؟ اجحدها اجحدها. لا 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 والله لا. كم كم كم؟ اجين اجين لازم اجين. لا 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 فكره ثقيله. لا كم؟ كم طلع موجب؟ ما ادري كم. اي مو 2000 2000 هدي 5000 2000 بيرجع لك المرجع لك. ما يصير لازم اعلن ما في ابراهيم. اسمع الجاي اسمع الجاي ما في ابراهيم. تحت يا ابو محمد وين اهل المبدع بذاته وبحضوره بصفاته وجاي يطور حياته يا حسب الفزعين.
شكرا يا ابو البراء احمد الحيم. شكرا احمد الحيم هنا معنى الاعداء. دعني اعبر ما في خاطري صراحة. عندما تحدثني عن هذا التيشيرت فانت قد بصمت انه تيشيرت الحظ. الحمد لله يا ابو البراء لقد جلب لك بعد الله سبحانه وتعالى حظ 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 ما تحصله ولا يمكن. اذا يا الدولاب كم انت منصف لكثير من الشباب. الله يا ابو الدولاب منصب كثير علمهم ولكن اسمع. البعض لا يشعر عندما يفقد نعمته هذه الدرجات. شكرا. اذا 2410 ابراهيم احد فرسان هذا الفقره بكل امانه يا احمد الحيم. فارس الدولاب احمد الحيم 2400 وكم وعشرة. طيب اعطونا القرعه. كم باقي معنا؟ كم باقي معنا متسابق؟ اعطونا يلا اعطونا القرعه يلا اعطونا 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 يلا اعطونا القرعه. وقف عبد الله شلايب الله يرزق. والله انا داري انك تدولها يا عبد الله. والله يا عبد الله تيشيرت والله لا تيشيرت ولا شيء. الدنيا حلوه ماشي. يا لب قلبك يا ابو شلهيب. يلا يا ابو شلهيب يلا. لا 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 والله شيلها. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اعطونا الدولاب واعطونا للدولاب لعبد الله شلهيب. يلا ابو شلهيب ان شاء الله نكون حالك طيب وفارك طيب. افرك الشنب تعقب. اتصال صاحبك ها. والله والله يا عزيزي اني ارى الاضطهاد بين جانبك. والله يا عبد الله شلهيب سم تتوقع تجيبها باذن الله؟ المتصل تتوقع يجيبها؟ ترى المتصلين اليوم اجابه خاطئه اجابتين خاطئه كل المتصلات اليوم. لا لا المغاوير ما المغاوير اي المغاوير جمهورك المغاوير. يلا يا المغاوير ناخذ اتصال ناخذ اتصال من المغاوير. احمد رحيم ابغى التيشيرت بعد ما تطلع بعد شوي لان عندي شغل بعد شوي واقول يا رب يرزقني فلوس يا رب يرزقني. الحمد لله يا ابو البراء. طبعا اغسله بس قبل انصفني. يلا يا ابو البراء ليش على ما قال اعدائك احسنهم واجد ولكن هل انت اللي زرعتهم؟ لا لا يا ابو البراء لا 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 يا ابو البراء مين؟ ها ايه 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 شخص شخص ها يا ابو البراء بس تدري عاد ما انت تطمن ليش؟ لين تنتهي اللعبه في ابو ناجي في خوانه هنا يا ابو البراء. اهلا وسلام عليكم. يلا 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 في 8000 نقطة. في 8000 نقطة. كم؟ 8000 نقطة. في 8000؟ في يمكن. يلا ترزقني يلا. في 8000 ليش ما في؟ أنا مسكين. ولكن في أي دولاب ما تدري والله يا أبو شلهيب. أنا راضي فوق 3000. ليش أبو ناجي؟ ليش أبو ناجي زارع عداوة مع أحمد الحيم؟ سمعني. بالعكس. شبعان. يلا اعتبرك جاك خصم يلا. سمعني يلا يا ابو ناجي خصم خصم عزي. الو السلام عليكم. العنود العنود اللي تبرعت لي حياك الله يا العنود. كيف حالك؟ من تكلمينا يا العنود؟ من القصيم. من القصيم يا العنود. طيب عندي رساله. لا مو بالحين بس خلنا ناخذ السؤال عشان نكسب وقت. بس دقيقه ابو البراء. طيب السؤال قدامك على الشاشه وبنقولها لك. السؤال يقول اعطونا السؤال. ما أول مدينة أندلسية فتحها العرب؟ الجزيرة الخضراء ولا قرطبة ولا غرناطة؟ يلا يا العنود. غرناطة. غرناطة. وقف. إجابة خاطئة للأسف. هي الجزيرة الخضراء. حنا نقول عندكم جوجل عندكم جوجل عندكم جوجل. هذا اللي تبرعت لي بكفالة تيم. تبرعت لك بكفالة تيم. شكرا لك يا العنود. العنود باقي معنا؟ راحت. عند رسالة. الو العنود ما معنا. الو 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 حياك الله العنود. وش رسالتك يا العنود؟ رسالتي لحد يخصم يا احمد الحيم بس. طيب رساله في غير محلها للاسف. واحمد الحيم شيل لك خصم 1000 جلطه ها. ايه احمد طلع مو من المتسابقين حتى المقدمين ما يبغى. اصلا الاتصال يقول لحد يخصم على لا 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 صح يمكن سمعت كذا صادق احو ليش. طيب يلا اعطونا
اعطونا القرعه حقت عطنا اي اعطونا اعطونا عبد الله الشريف باقي يلا 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 وين هني هذا مسكته يلا يلا رصاص ايش يقول للاسف سالب سالب كم سالب 150 لا اخذت من الجمهور ولا اخذت من الدولاب معوض خير يا عبد الله شلهيب شكرا لك يا عبد الله شكرا لك راحت الشاشه اعطوني قرعه انا حزين ابو البرا حبيبي ابشر بالعوض ان شاء الله احمد الرحيم عطى درجات انت ويا ريان والريان يلا كبوا عليه اعطونا القرعه انا ما عندي شاشه ترى وقف يلا يا خالد هرول يلا يا خالد يا خالد سمعني يلا خالد خالد هرول يلا يا خالد يلا يلا لا 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 يلا يا خالد خالد ما سمعت اللي يقول أعشق أعشق من بخدي خاله فكيف بحبيبي وكله خاله يا تحية يا ولد تحية طيب يلا أنا ما عندي شاشة لكن عطونا الدولاب يلا عطونا السؤال عطونا السؤال السؤال وش هو السؤال سمعوني أهم شيء الخصم طيب يجينا. السؤال طلع الدولاب وش الدولاب عطوا الدولاب وش الدولاب مبروك مبروك بس ما يمكن مبروك بالسالب مبروك طيب السؤال يقول السؤال طلع على الشاشة خلاص طبعا على طول عفوا يعني طبعا من الحماس طبعا ما عليه الدولاب الدولاب يعني حماسيين احنا فوق اللزوم اذا 100 درجة ياخذها على طول حبيبنا خالد اعطونا الدولاب اعطوا الدولاب الدرجات بسم الله احمر اخضر اصفر ازرق رصاصي برتقالي يلا وقف يوقف الموت سالب سالب 50 ومعوض خير نعم. شكرا لك يا خالد الله يعافيك يعطيك العافيه شكرا يا خالد يلا يا خالد اعطونا قرعه حظي اعرفه دبور من باقي ها احسب ابو ناجي يلا ابو ناجي يلا ابو ناجي يلا كم جاك 50 يلا يا ابو ناجي والله شخصيه يا ابو ناجي كيف يا ابو والله شخصيه ورب الكعبه هذا من ذوق كثار قسما بالله تاي الله يطول بس حسابه تلبس عند ذولا يا اخي حسابه تلبس عند العيال وين وين الحصان وين الحصان بهاج يلا اعطونا اعطونا الدولاب لابو ناجي واخر متسابق معي اليوم يلا حماده معنا في اللعبه ها اعطوني الدولاب وش يقول وشو تحويل الجمهور اذا الاجابه من ناخذها من الهاشتاج وجمهورنا يا ابو ناجي باذن الله طبعا السؤال بيطلع لكم على الشاشه والسؤال قدامكم واضح يقال او السؤال على اي علم يطلق اسم الارسيولوجي على اي علم هل علوم المستقبل ولا الاثار ولا علم السكان يلا يلا على اي علم يطلق طبعا موضوعنا. شاركونا في الهاشتاج 28 والاجابه بتروح لابو ناجي والكنترول متابع معنا في الهاشتاج وعلى الايباد يلا يا كنترول كم الوقت بخلي اقرا هذا الحين يلا يا ابو ناجي خم وصلت الاجابه وقف على اي علم يطلق اسم الارسيولوجي وصلت الاجابه الصحيحه هل هو صحيح السؤال نطقته لكم ترى وصل هي الإجابة علم الآثار والإجابة الجمهور جاوب عليها إذا إجابة صحيحة ومئة درجة من الجمهور لأبو ناجي يستاهل مئة درجة يلا أعطوني أعطوني الدولاب حق الدرجات يلا يا أبو ناجي ربي سلم سلم ما تدري يمكن يطلع على سالب 2000 يلا أعمد يلا
هاي كنترول وش طالع معنا؟ ها سالب سالب حنا نشوف كم هي بس 150 يعني كم خرجنا به؟ ها؟ يعني ب 50 طلعت كم طلعت اجابه صحيحه 100 و150 لا لا ماكو طلعت سالب 50 سالب 50 سالب 50 شكرا لابو ناجي الله يعطيك العافيه بقول لكم شيء طبعا لا يخفى اعزائي المشاهدين عن الوقف اللي في القناه وقف 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 الايتام او وقف اليتيم والدرجات اللي يمنحها الله سبحانه وتعالى هذه الدنيويه كيف بالدرجات اللي يمنحها الله سبحانه وتعالى ابغى السفراء وينهم السفراء حقين الوقف عزيز وسلطان تعالوا اي نعم تعالوا سلطان بسرعه بسرعه يا عزيز سلطان وعزيز اعطوني سدريات هاي سدريات جيبها يا سلطان شوفك سفراء الوقف ابغى اسمع منكم كلمتين بسرعه قبل عشان ابشر بساعدك يلا يا سلام يا تعال على يمين ويساري تعال هنا طبعا سلطان الهميلي هو عزيز محمد اخذوا سفاره الوقف وان شاء الله باذن الله اني متفائل باخواني كلهم لا بسلطان ولا بعزيز ولا ايضا المتسابقين الموجودين معنا انه يكون هم السبب بعد الله سبحانه وتعالى في الوصول الى المشاهد العزيز الكريم اللي بيكون خير معين لنا وقبل هذا يعني هي تجاره مع الله سبحانه وتعالى سلطان وش تقول حاب تقول في الثواني هذه البسيطه بشكل سريع طيب انا قبل كل شيء اليوم سعد الشهري يقول تبرع عني في كفاله اليتيم قلت لا طلعت انت برايم سعد وتبرع شكلي انا اللي طيب اجرها والله العظيم ان نتكلم عنه اليوم ودوم والله العظيم ان الانسان في حياته ما قدم شيء كبير لدينه الاركان والواجبات تلقونا مقصرين فيها الناس ضحوا بارواحهم وبصحتهم في عهد الصحابه والاسلام علشان يسوون شيء للدين هذا يا سلام عليك احنا في حياتنا هذه ما سوينا شيء بعض الواجبات مقصرين فيها فانا اقول 300 ريال ادفعها لنفسك كل من تحب لعل اجرها عند الله لا ينقطع باذن الله طيب وعزيز حبيبي اثر ال 300 ريال هذه عظيم جدا لكن لو تفكر فيها ترى 300 ريال واثرها عظيم بشكل مو طبيعي ندفعها في يومياتنا بشكل عادي ال 300 هذه ندفعها في كافي ندفعها في صحيح. مطعم فما بالك تدفعها لك انت ولليتيم الموضوع كبير جدا موعودين منكم ان شاء الله باذن الله الاحد ان شاء الله طيب اعزائي المشاهدين هذه رسائل السفراء وباذن الله ان احنا وياكم نكون يعني شركاء مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر انا وكاف اليتيم كهاتين في الجنه والله يجعلنا واياكم منهم آمين. وصلنا آمين. واياكم الى نهايه حلقتنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وينه المبدع بذاته وبحضوره وبصفاته وجاي يطور حياته دايما سكريبت الافضل دايما سكريبت الافضل دايما سكريبت الافضل يتميز بالمواهب ويتحدى في المصاعب يطمح الاعلى المراتب دايما سكريبت الافضل دايما سكريبت الافضل دايما سكريبت الافضل يا احسن بالتسعين ليله دايما سكريبت الافضل